مرحبا اصدقاء، معكم ياسين قمر. رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع مثل ما نكون شايفين جبت لكم لعبه كلاش رويال. هلا يا غوالي خلص الموسم، يعني هلا لما انا فتت حاطين لانه خلصان الموسم هيك، يمكن هو خلصان من سنتين يعني، لانه انا ما عاد مفوت على اللعبه. لحظه، هي التشكيله القديمه. اليوم بدي يكون موضوعنا هيك مثير للاهتمام، عرفتوا كيف؟ هي التشكيله لانه يا غوالي انا كنت لعب فيها، وانا وصلت فيها على ساحه جبل الخنزير، بس وقتها كانت ساحه جبل الخنزير هي الساحه الاسطوريه. هي التشكيله كتير قديمه ورائعه، كانت تساعدني كتير، بس بعدها ما عاد قدرت افوز بسكور، فصرت غير تشكيلات. يعني انا نوع انه انت ما دام بتخسر 3 مرات بكلاش رويال تقول بيركبك النحس او هيك شيء، بتصير تخسر اكثر. على فكره عن جد هي الشغله كتير بتصير، حتى مو بس معي، مع اكثر من لاعب. يعني هن بيقولوا انه للبقيه بس هيك تخسر كتير خلص طلع من اللعبه ونسى، ارجع هجم بعد شوي. يعني تحس انه خلص، يعني بدك تضل تخسر، بجيبوا لك لاعبين مكسين ما عندك فرصه معي. هي مشكلتي انا كمان، المشاكل بتصير معي او النت بيضعف. يعني فمثل ما كنت شايفين هلا، كان منيح انه عملوا ترقي بهذا الموسم لساحر الثلج، لانه ليفله اصلا يعني 9 عندي، هي كمان كان ليفل 1 من زمان للبطاقات الاسطورية، فليفل يعني بالمرة ما أنا مترقى ولا ليفل، فلازم يعني نقوي شوي لنجربه بالمعركة. معركة هلق للأمانة، إذا بدي فوز رح يكون شيء ممتاز كتير، إنه هيك تشكيلة قديمة وكانت تستخدم يعني بمستوى كؤوس أقل من هذا، فأي شيء كتير حلو فعلا. برأيكم نقدر نفوز يا غوالي ولا لا؟ لك إذا طلع الخصم ليفلاته مثلنا عنا فرصة. أوه 9 ليفلاته، والله بحق له يبكي للأمانة. بالعادي أنا اللي بكون مظلوم، بس الظاهر أنا هون ظالم. شو هذا علق النت؟ ليه لا زدتنا التجميد هون، بس قادرين نصلح الغلط نحنا. شايفين النت شو بيساوي فينا؟ بس يلا برافو عليه، بنشجعه هيك بنكون رفعنا له معنوياته يعني قبل ما نمسحه. والله ذكريات هالتشكيلة. على فكرة الباولر كان يشتغل شغل بالدفاع جبار لهلق بسكور الشغلة هي. لاحظوا مثلا هلا الباولر هون كيف بدي احطه. هلق تشكلت فورا هجمي، حتى لو كانت صغيرة بس بدها تعمل تلبيك له. هلق لاحظوا كيف بدي احط الحطاب، اذا بضرب الباولر بيكون احسن على فكرة. يلا مات هذا، تجميد فورا. ايوه التجميد دائما كنت اعمل هيك مباغتة فيها يعني. طبعا نكتب له احسن، وعرف اني انا غلطت لما زدت التجميدي، وما استهان في نزاع ذكي هاللاعب على فكرة، انه كتير من العالم بس يشوفوك غلطت بشغلة فورا بيستهينوا فيه، يقولوا هذا ما يعفس يعني، انه بيعرفوا انه انت بتكون غلطت هالغلطة، ممكن حتى بسبب ضعف النت يعني، مو مشان شي. هلا كنت اعمل هيك انا، ارجع الباولر هوني. اخ والله ذكريات. الأخوي صرف ساحر الكهرباء، رح احط له التنين هوني، بلبكو هلا كتير. لاحظتوا كيف؟ رح اهجم هجمتي الجبارة اللي كنت اهجمها من زمان، رح احط له هذا هون كدفاع، يعني الدفاع ضروري. وهلا بتموت السباركي اصلا قبل ما تضرب اي ضربة. وهي التجميدة هون، اوه والله اشتغلت شغلة. على فكرة هذا الخصم يا غوالي صح ليفل برج الملك عنده اقل منه، بس هو ليفلاته مثل على فكرة نفس المستوى يعني. عندي بس ساحر الثلج قوي انا، كان يمكن يعني انا ليفلاتي ما انا هالقوي يعني، بالنسبة لبرج ملك 12 انا بعاني اصلا من شغلة الليفلات لهيك. بس والله التشكيلة هيك معقول الساعة وعزة لهلق يعني. التشكيلة طبعا انا اخترعتها يا غوالي وقتها من زمان، قعدت تجرب وهيك. ايوه هاي واحد ليفل 11 هذا بتكون ليفلاته اكثر مني، بس يلا شو بدنا نعمل. صار تعليق عندي شوي، والله الباولر دفاع اسطوري للامانة.
مو ما ينحطوا البرابرة المميزة. اوف ضعف عند النت مثل العادي. تعالوا نطلع نجرب نعمل لنا شي شغلة. يا غوالي هلق النت علق. هلا انا معطيلكم هاي الهجمة نفسها علق عند النت. يعني شفتوا انتو كيف طالع على اشارة طاف النت، بس بعدها اشتغل النت وبرنامج التصوير طفى بالغلط معي. فلاك هلق انا معطيلكم الهجمة، ما حبيت اهجم هجمة تانية لانه هاي الهجمة للامانة كتير حلوة. هلا بس تشوفوا نهايتها رح تعرفوا يا غوالي. هلق بدنا نكفي الهجمة مثل ما نكون شايفين، هي من اعادة العرض انا ما عاملها، رجعت لها لانه الهجمة الصراحة بالنهاية شيء رائع. يعني هلا تابعوا ما رح احرق الاحداث عليكم. بتوقع هون ضعف النت عندي، ما هيك؟ ايه هوني بتوقع. بعد نزل هوك بعد لا مشي حال النت عندي. لاحظوا كيف زدت له كل جنوده مشان ما خلي ياكل ضربات للهوك، يعني يضرب علي، عرفتوا كيف؟ مو ياكل ضربات. فمثل ما نكون شايفين هلا قوي بده يدافع بطريقه من الطرق. هلا الجرعه السريع تبعت الحطاب كتير فادتني هون. لاحظوا حتى هو ماد معه اكسير يدافع، يعني هلا اخذ ضربات اسطوري وكمان سحر الثلج، يعني بيعملوا له ضرر خفيف بس قوي. هذا اللي بحبه انا بهالتشكيل الدفاعي والارضي، تحديدا القوه الدفاعيه الارضيه يعني لسه اكثر من الجويه، فهي شغله كتير حلوه فيها. لاحظوا يا غوالي الحركة اللي هو عمله، هو زد فالكيري بقعته السيس غير الفالكيري. فمثل ما كنت شايفين يعني غدر يتصدى شوي للهجوم، بس راح نص برجو كمان. حتى يعني النت ما مشي حاله تماما، صار يعلق شوي عنده. لاحظوا هوني نزلت له التنين ناري، ما فكرت انزله كمان. انضربت له زاب مشان لسه ما ياخذ ضربي. هوني حتى التنين النار كمان بياخد ضرر اسطوري على برجو اليمين. كان هوني النت شوي عندما يدقر يا غوالي، عرفت كيف؟ ما كان باحسن حالاته، يعني اكيد هو كان راح يفصل عنه. الحمد لله انه كيف رجع هيك وتكارم علينا. يعني لاحظوا هوني كيف حطت له الحطاب بحيث يقتله، رام السهام السحري لانه كثير بشكل خطر كبير علي. ما فيني احط جندي قدام البرج ما دام ما هو عايش، يعني رام السهام. واستفدت من الجرعه تبعت الحطاب بنفس الوقت. هلا حطيت الزاب متأخر شوي بسبب النت مثل ما بتعرفوا، بس هوني قدرت اوصل له للبرج بضربي من هذا البربر المميز العظيم. لاحظوا عليه التجميد الاسطوري، بس هو حركته برام السهام السحري حركات قوية كمان، كانت بتخسرني برجة لو متحرك الحطاب بسرعة. فلاك حطيت له ايس جولم لغير له هدفه لرام السهام، فورا باولر ليموت مثل ما كنت شايفين. حطيت لي هسا سحر ثلج تاني. يعني هون اعتمدت انه انا اخلص البرج فيها، هون زدت جرعة التجميد. لاحظوا هالدفاع الاسطوري يا غوالي، على اخر رمق انا ما دافع، عرفتوا كيف؟ حطيت حتل سريع، فضل تأثير الجليدة ما لحق يضرب ضربته. يعني معركة اسطورية للامانة، وهو هسه الفلات عنده يعني اقوى مني بشوي، عرفتوا كيف؟ لاحظوا كيف هلق بدلت وضربت له الزاب فورا، كتبت له احسن، كانت معركة اسطورية. هلا قوي لو فاز علي كان ضل يشمت فيني ساعة، بس هيك انا انسان جيد يعني ما رضيت انه يشمت فيه. ففعلا طلعت هالتشكيلة ناجحة. بس اصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو مثل ما شفتوا للامانة، ما توقعت تشكيلة تكون بهالقوة لهلا. يعني معقول لسه فينا جربها؟ لانه يا غوالي يعني مو بس انه فزنا على هداك الخصم الضعيف، لسه فزنا على واحد لفلاته اقوى منا بشوي. فلاك التشكيلة لساتها بعزة، يعني عرفتوا كيف؟ فيكن حتى تستخدموها وتجربوها، واذا عندكن انتو لفلات احسن من عنده فبكون شيء اسطوري بمعنى الكلمة، بتفيدكم كتير لانه البرابرة المميزين والحطاب بيعملوا شغل اسطوري بالضرر على الابراج يا غوالي، وحتى يعني على الجنود بشكل عام. فلهيك يعني قوة دفاعية جبارة وهجومية جبارة، ولسه هون الدفاع الارضي اقوى من الدفاع الجوي.
يا غوالي ممكن ما بعرف للأمان إذا بنواجه مشكلة بهجم جوي، بس حتى يعني إذا لافا عندك أنت تنين نار يا صديقي، يعني ما بتواجه هالمشكلة، أو حتى إذا بالون فيك تحط له ساحر التلج تخبي له إياه، أو حتى تستعمل جرات التجميد كدفاع. بتوقع إنه حتى فينا نتصرف مع التشكيلات الجوية القوية كتير بهي التشكيلة يا غوالي. فيعني فعلا كنت محق لما عملتها، يعني كنت ساعتني شاب عرفتك، يعني الحكي من زمان كتير يا غوالي. مثل ما قلت لكم ساحة جبل الخنزير هاي يعني كانت الساحة الأسطورية، خلص ما عاد في فوق ساحة، ما في كان لا دوريات ولا شيء مثل ما بتعرفوا، أنا لاعب قديم باللافي. فلايك يعني كانت فعلا تشكيلة تشتغل شغلة، ولا هلا قصاتها بتشتغل شغلة، يعني تشكيلة مراجلية بامتياز. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.